لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. لصينية كرات البطاطا رح نحتاج لكيلو بطاطا مسلوقة، نص كيلو قرشلة، نص كوب قرشلة، ملح وفلفل أسود، فابريكا أو إذا بدكم بهارات مشكلة. رح نحتاج نص كوب من الكريمة الطبخ ونص كيلو من اللحم المفرومة وبصلة مفرومة. ورح نحتاج كمان لمعلقة صغيرة من الثوم المهروس ومعلقة كبيرة من الملح، فلفل أسود، بهارات مشكلة، مكعب مرق، بابريكا، يعني اللي بتحبوه من البهارات، وآخر إشي جبنة من السنبلة. البهارات. أيون. إيش أحط لك؟ لا أول شيء إحنا بنحركها. إحنا حطينا البصل وحطينا اللحمة، تمام؟ بس بدنا نحركهم لتبلش تدبل اللحمه. طيب انا عندي هون اللحمه المفرومه مع البصل صار جاهز، بدنا نحط ايش البهارات اللي احنا بنحبها، لا تتقيدوا دائما ببهاراتي، بنحب نحط نتفه كمون امتياز، بنحب نحط نتفه بابريكا، ايش بهارات موجوده عندكم بالبيت حطوا شوي كزبره بتطلع كثير طيبه، انا بس البابريكا بتعطي كثير نكهه للاكل، كثير كثير، وعندي انا بحب احط مكعب مرق، بس بحب اضيف لها عشان تاخذ الوان ونكهه وقيمه غذائيه اكثر، عندي فلفل رومي الوان، ما عندي فلفل اخضر، ما عندي، نستغنى عنه تماما. انا هيك صارت اموري بالنسبه للخلطه الاولى جاهزه، تمام. ايش بدي اخذ عليها واحط؟ هلا عندي الكريمه السائله اللي بنستخدمها بالطبخ. والله يا امتياز ما عندنا كريمه سائله، شو نستخدم؟ قشطه بالضبط. جيبوا كوب من الحليب اخلطوه بعلبه قشطه وبس، وحطوه زي كانها كريمه سائله ولا رح تفرق معكم بالمره، تمام. واستخدموا طبعا قشطة لونا. بدي اضيف انا الكريمة، خلص انا هيك صارت جاهزة لانها راح تفوت على الفرن. يا الله ما احلاها مع الالوان، بس الفليفل كتير مقطعينها احنا كبيرة مو عارفة ليه. خلص بدي اعطيها بس غلوة ونعمل كرات البطاطا اللي بدها تكون جاهزة للفخارة. طيب كرات البطاطا هلا بدك تحطيها بفخارة من غير رز وهيك اشياء؟ لا رح جبنة. بدي اتخيل، تخيلي يلا بلشي. طبعا حيكون في صوص وراح يكون في جبنة، انا عارفتك تمام. بتكيفي على هاي القصص، هيها مجهزة اصلا. بموت على هاي القصص. نفس البهارات اللي حطيتها على صوص اللحم المفرومة والفلفل الرومي نفسها بدي احطها على البطاطا. انا الصراحة لانه بردت عندي البطاطا مو بحاجة احط قرشلة. انتم بدكم تعملوها وهي سخنة، حاسين انها راح تغلبكم لتشكلوها كرات، شو بنعمل؟ بنحط شوية قرشلة، بس انا لانها بردت. طب ضروري كرات؟ ممكن زي الكبابك اصابع؟ اللي بدك اياه، والله ممكن. والله ممكن يا توتو، والله يا توتو عم بتفاجئيني. شايفه كيف؟ لا عم بتفاجئيني يا توتو. انا بدي اقرا لك كثير من المشاركات. او رافد، شوفي عشان افرجيكي مين بحبكم يتابعكم. رافد بلخي يي حبيبي ابنها طبعا لتمارا اكيد، ومحمد عم بتابع. بس هو ايش بالنسبه للدراسه؟ هلا رافد عنده بكره دراما، بس محمد عنده فيزياء. ماما فيزكس تفرج وادرس. هلا شوفي مثلا سهى شو عم بتقول، اذا كان الضيف من صحبات الكتير كتير كتير ما بيكون في تكلفه، ممكن نقعد انا وياها بالمطبخ، ممكن نعمل قهوه على الماشي. منار بتقول في ناس بيصحوا، انا بحكي لكم انا في ناس بيكونوا لنفترض صحبات كتير ما فسحت الفرصه اوكي انه نكون مثلا عم نشوف بعض بالبيوت، يعني زي انا وامتياز لهلا ولا وحده فينا زارت الثانيه، بس احنا جد صديقات، يمكن نحكي مع بعض تليفونات، بنبعث مسج، بنستشير بعض وكل شيء. صح، بس اكيد اول مره حتفوت امتياز على بيتي انا رح اعاملها امتياز حبيبتي اللي بمطبخ بهار ونار، زميلتي اللي بنحكي. مش انا اول ما دخلت عندي على البيت لانها اول مره بدي اعملها كانه هي حاول حدا اول مره بتعامل معه. لا بس عشان يعني انه هاي الشيف وراح تيجي وكذا، وانا اجي ويلا ويلا وانيتا. اذا الاكلات زكين او مو زكين. لحظه هون اجاني تعليق، لبنى بتقول الضيف خجلان، هو ضل فيها اصلا ضيافه. بلا والله الا اذا عريس، ضيف عريس. لا 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 والله انه في ضيوف بتخجل، والله مو مزاح، كثير ناس بتخجل، يعني حتى لما يروحوا ناس يزوروا اخوانهم او كذا بيخجلوا. بتكون مصطحبه بنت الاحبة مع ال هلا دخلنا بكثير قصص. طيب خلينا نكمل الكرات يا تمارا. طيب يلا كبكب الكرات البطاطا.